قرية الوقبة بينقل ومعنى سمات الشتاء الباردة وخرير المياه الجارية لبست المزارع والضواحي اللون الأخضر، وترفقت المياه في أفلاجها بغزارة، وجرت في سواقيها جداول المياه لتروي الحقول والبساتين. فبعد أن من الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة الأمطار وجريان الأودية على أمهات الأفلاج خلال الفترة الماضية، عادت أفلاج هذه القرية من جديد بعد انقطاع دام لعدة سنوات. جميع الأفلاج وعددها 7، نعم، فلق العاقول، ثم فلق الحيل، فلق البيضة، فلق حيل نقد، فلق المهيدنة، فلق المحدوث، فلق حيل بن عمران. عادت الأفلاج بحدود 2 شهر من هذا الوقت بناء على الأمطار التي هطلت مؤخرا في الفترة المحلية والأنواع المناخية التي مرت بها السلطنة خلال الفترة الماضية. محاصيل زراعية اشتهرت بها القرية عادت مع عودة هذه الأفلاج، فانتشرت المسطحات الخضراء في تلك المناطق، فتسابق الأهالي وأصحاب البلدة في زراعة الأرض لينبت الثمرة والزهرة ويخضر المكان. كانت موجود يعني أشجار، يعني عنب موجود، موز موجود، يعني هذا باقي ثوم موجود، يعني هذا الجلجلان موجود، بصل موجود، مزارع حق الحيوانات كلها موجودة. وفي مشهد آخر من الصور الجمالية التي تحكي جماليات المكان، تتناغم البيوت الأثرية والحارات القديمة من على سفح هذا الجبل لترسم لوحة فنية بديعة. مياه جارية وأشجار ظليلة تعيد الحياة من جديد لهذه البلدة الجميلة. محمد بن سعد العلوي، بلدة الوقبة، ولاية ينقل، محافظة الظاهرة.